عن الشرطة سهيل هواري عن مديرية الموارد البشرية. مرحبا بكم في هذا الرواق في فعاليات الدورة الثالثة من الأبواب المفتوحة. هذا الرواق الخاص بالQCM أو اختبار السيبيان المتعدد الاختيارات المستعمل في إطار الاختبارات الكتابية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. في إطار هذا الورش اللي درنا شاركنا مع الزوار مجموعة من التجارب، تجربة الQCM شاركوها معنا ووضحنا لهم جميع المراحل اللي كتتم بها هذا الاختبار وكذلك عملية التصحيح عبر الوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لذلك. وضحنا لهم أن عملية التصحيح تتم في واحد السرعة بواسطة الحاسوب الإلكتروني من أجل تجويد الخدمة التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك من أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. وجميع الزوار شاركوا معنا هذه التجربة وأجبناهم عن الأسئلة التي تهم هذا النوع من الاختبار وكذلك جميع المراحل التي تهم المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. ووضحنا لهم أن عملية التصحيح تتم في شفافية وذلك بتعيين السيد مدير العام الوطني بلجنة مديرية تسهر على سير المباريات من أول مرحلة إلى نهاية المرحلة. اسمي محمد العفو، وكان واحد إحساس زوين ملي كنت ندوز الكونكور، وخا كان واحد أسئلة متنوعة مختلفة، لأني كان واحد إحساس جميل. الأسئلة كانت في المتناول ديالي، تمنيت نكون شرطي طبيعة الحال من الصغر ديالي، ولاني اي اختبار دوزناه ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال الوالدين ديالنا وفي الوطن ديالنا. التظاهره زوينه بالنسبه للشباب والاطفال، كيعشوا بزاف على المديريه العامه للامن الوطني. السلام عليكم، معكم ساره عدين من مدينه وجده، انا جيت زائره لمدينه طنجه. سمعت بان كاين المعرض تاع الامن الوطني للشرطه، وتحت لي فرصه انني من كنت هنا في مدينه طنجه زرت المعرض، وكان لي الشرف انني شاركت في احد الورشات اللي كان منظمها المعرض، انني شاركت في الامتحان الكتابي للشرطه. وصراحه شفت الاجواء كيفاش كيكون امتحان وكيفاش كيكون تصحيح، كيكون تصحيح يعني شفافي، وكتكون يعني داكشي شفافية، وكاين استحقاق يعني اي واحد شارك في المباراة انه خدم مزيان انه غينال الهدف ديالو اللي جا على قبله. وجيت في الرتبة الثانية، وكنتمنى ان شاء الله اي واحد شارك في المباراة نتاع الامن الوطني انه يحقق الحلم ديالو ويوصل داكشي اللي بغا. هو نوظفو الشرطي اللي هو مواطن وغيولي شرطي مواطن، غيوجد باستحقاق، غيبدا باستحقاق وغيوجد باستحقاق، وغيتكون تكوين اللي هو مهني جيد اللي خاضع لجميع القوانين النظامية المعهودة لكي نقدمها للمواطنين كشرطي مواطن.